لإلقاء الضوء على محاولات الكاظمي الالتفاف على الثورة بوعود وصفها الثوار بالكاذبة في ظل محاولات تضييق حق الشهداء وتضييعه، ينضم إلينا زيد ساعدي الناشط في التظاهرات عبر الهاتف من بغداد. بداية سيد زيد، أهلا وسهلا بك. يعني بسبب رفعهم علم العراق تم اعتقال متظاهرين كانوا في طريقهم إلى كربلاء، هل بات علم العراق تهمة يعتقل بسببها العراقيون؟ وأي علم يجب أن يرفعوا لترضى الميليشيات والقوات الأمنية عليهم؟ سيد زيد، هل أنت معنا؟ سيد زيد الساعدي، هل تسمعنا؟ تحية تفضل لكم قناتكم جميعكم ولكل المشاركين في هذه الحلقة من التي تدار في قناة الرد. طبعا أولا احنا جاء حكومة الكاظمي بسبب تباعد التظاهرات والاحتجاجات على السياسات المحمومة والسياسات الفاشلة للحكومات السابقة، فكنا علقنا أمل على وحكومته من خلال تصريحاته وقراراته ومواقفه وزياراته لساحات التظاهر، علقنا أملا عليه على أنه يتغير الوضع وراح تكون قوات إيجاد من أن وبعد هذه الفترة من 5 أشهر اتضح أن الحكومة الكاظمية مجرد هي امتداد للحكومات الفاسدة. نعم. كل ما يعني كل الوعود اللي قدمها التظاهرين عموم الشعب، طبعا المتظاهرين هم نخبه من ابناء الشعب. اليوم عموم ابناء الشعب هم يعني محرومين، مظلومين، ماكل حقوقهم، الفساد محتر عليهم، وجود فرص عمل صحيه، عدم بكل بلد. فكان الاتحاد الكاظمي والوعود الا تقطيس مثل الامل، قلنا انا واحد من الناس دعمته بكل منشورات ادعم مضي فرصه وند حتى لبعض الاخوان اللي كانوا يعترضون على تقطيعاتي. نعم سيد زيد، نعم سيد زيد، مجلس القضاء أكد أنه تسلم ملف قتل وخطف المتظاهرين دون متهمين محددين، بما تفسر إرسال قضية دون متهمين في حين تلفق الاتهامات للمتظاهرين وهم في بيوتهم؟ إذا تسمح لي، القضاء أيضا هو واحد من مؤسسات الدولة الفاسدة، لأنه يعني يضحك على الحكومة. اليوم القضاء الدعاء العام عايزين هذول اللي لا يقل عن 80 شهيد و 20,000 شهيد، هذول جزء لو اعلى من استطاعتهم. يعني القضاء والادعاء العام اثنينهم مشتركين في اللعبه والضحك على حقوق المجتمع العراقي المتظاهر. شنو ما قدموا لمتهمين؟ ماشي الدعاء العام ما يقدر يطالب الحكومه نعم نكتفي بهذا القدر. كنت معنا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات سيد زيد السعدي، شكرا جزيلا لك.